لكنني أبدأ مع سعادة الدكتور تيسير التميمي. دكتور تيسير، أظنك تعرف معرفة اليقين، كيف يبتهل الناس في عموم العالم الإسلامي لكي يغيث الله سبحانه وتعالى هؤلاء المنكوبين في غزة؟ متى تأتي النصرة يا دكتور؟ نعم، هذه حرب إبادة جماعية لم يسبق لها مثيل في هذا القرن، وهذا اصطفاف غربي مع الكيان الإسرائيلي لم يسبق له مثيل، وهذا صمت سياسي عربي لم يسبق له مثيل، وهناك انتفاضة من كل شعوب العالم للاصطفاف مع القضية الفلسطينية العادلة. ونحن إن شاء الله نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله. يجب أن نعود إلى الله في هذه الأوقات العصيبة. إن الله هو المتصرف الوحيد في هذا الكون. نعم، أمريكا بأساطيلها بأسلحتها، كل العالم الغربي جاء ليصطف مع إسرائيل، ولكن نحن نعتمد على الله. وأنا أقول أن الدعاء، التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، هو جندي من جنود الله. إن تنصروا الله ينصرك، وذلك بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى، أن نلجأ إلى الله، أن نعود إلى الله عودة تامة كاملة، وأن يكون هناك لدينا يقين بأن المتصرف في هذا الكون وأن الناصر هو الله عز وجل. هذه الأمة الإسلامية التي تدين بدين محمد صلى الله عليه وسلم، وتعتقد بكل ما أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا القرآن العظيم، دستور هذه الدنيا، يبين أن الأمة في أحلك ظروفها وفي أصعب أوقاتها كانت تلجأ إلى الله. صحيح سعادة الدكتور، الصور التي نراها والتي تحرق قلوبنا حرقا، لأب يحمل جثة طفله وبدل أن يهتز إيمانه يقول الله الله الله. واضح واضح يا دكتور، واضح يا دكتور جدا إنه هذا هو الملجأ الوحيد الآن، وهذا سر ثبات أهل غزة، أنهم ينتظرون الشهادة، ينتظرون لقاء الله سبحانه وتعالى. لا يوجد هناك لا تذمر ولا تضجر من هذه الطائرات التي تهدم البيوت على أهلها، التي تقتل النساء والأطفال والشيوخ، وتهدم المساجد والكنائس والمستشفيات. نرى أهل غزة يلجؤون إلى الله وينتظرون الشهادة، ينتظرون إحدى الحسنيين، إن شاء الله النصر، وما النصر إلا من عند الله، أو الشهادة. والنصر الشهادة التي يبتغيها كل مسلم، ونحن إن نحن أكثر من ملياري مسلم نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، لأن الدعاء هو جند من جنود الله. الدعاء الخالص من قلوب خاشعة منكسرة، لكن الألم فادح سعادة الدكتور، فادح يعني. نعم، الألم هذا ابتلاء. الناس أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحين، ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى المرء على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه. هذه جريمة إبادة بشرية غير مسبوقة. الوضع في غزة لا يتحمله بشر، لا يتحمله بشر. يعني منع الماء والدواء والطعام والمحروقات، أكثر من 20 مستشفى خرجت عن العمل. نعم، لم يبقى إلا عدد قليل من المستشفيات، وعلى الرغم من ذلك إسرائيل تهدد المرضى والأطباء والعاملين في المستشفيات أنها ستقوم بقصف المستشفيات. أين العالم؟ أين العالم الذي يتغنى بحقوق الإنسان؟
أين العالم الذي يتغنى بالقوانين والمواثيق الدولية؟ أين هيئة الأمم المتحدة؟ أين منظمات حقوق الإنسان؟ نعم، هذه كلها كذبة كبيرة، كذبة كبيرة. هي حينما هذه المنظمات الدولية والأممية، لكن في المقابل سعادة الدكتور، هل قام العالم الإسلامي بدوره؟ سعادة الدكتور، في المقابل هل قام العالم الإسلامي بدوره؟ للأسف لا. قبل أيام انعقد منظمة التعاون الإسلامي في جدة، لم نسمع إلا كلام، لم يتخذوا أي خطوة عملية. هذه الدول أكثر من 58 دولة إسلامية تمثل أكثر من ملياري مسلم، كلام فقط، لم يتخذوا خطوة عملية. وهذا الذي يريح اليهود، هذا الذي يريح إسرائيل. نعم، ولكن إن شاء الله هذه الفئة لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم إلا ما أصابهم من لأواء، اللأواء، القتل، التدمير، الاعتقال، الجرائم التي ترتكب في غزة وفي الضفة الغربية، هذه اللواء، حتى يأتيهم أمر الله. وأمر الله هو النصر. قالوا يا رسول الله وأين هم؟ قال ببيت المقدس، وأكنا في بيت المقدس. هذا وعد الله، هذا وعد الله إن شاء الله. ونحن على يقين أن النصر، نصر الله سبحانه وتعالى، قادم لا محالة. هذه الفئة المنصورة التي هي بضع مئات قهرت أكبر قوة، تعتبر أسطورة، رابع قوة في العالم، قهرت هذه الفئة المنصورة التي وصفها الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنها آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ولهذا وقال تعالى عن وما النصر إلا من عند الله، يجب أن نتيقن أن الناصر هو الله عز وجل، المتصرف في هذا الكون هو الله،